إذن مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة شوف تي في، أهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا في هذا النقل المباشر من نواحي بن سماد عشاق النهاية والسويرة. فموجودين في السوق وثمنهم داير غير 8 دراهم، جودة عالية. الصورة أمامكم مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة شعب قناة شوف تي في، الخيرات تبارك الله. نهاية والسويلة موجودين، الثمن ديالهم داير 8 دراهم الكيلو مشاهدينا الكرام. إذن الصورة أمامكم مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة شعب قناة شوف تي في، الخيرات موجودة، كل شيء موجود. فالسويهلة والمهاية موجودين وثمنهم غير 8 دراهم الكيلو، جودة عالية مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة شعب قناة شوف تي في. الصورة أمامكم، خيرات موجودة، كل شيء موجود، والثمن دايرين 8 دراهم الكيلو، جودة عالية مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة شوف تي في. الصورة أمامكم يا عشاق المهاية والسويلة، شوفوا الجودة ديالهم تبارك الله، جودة عالية مشاهدينا الكرام. إذن الصورة أمامكم مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة شوف تي في. السويلة والمهاية موجودين وثمنهم 8 دراهم الكيلو، جودة عالية مشاهدي قناة الشعب قناة شوف تي في. الصورة أمامكم، خيرات موجودة، كل شيء موجود. لعشاق السويلة والمهاية موجودين، الثمن ديالهم داير 8 دراهم الكيلو، جودة عالية مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة شوف تي في. الصورة أمامكم، الخيرات تبارك الله، والجودة والثمن مناسب، 8 دراهم الكيلو مشاهدينا الكرام. إذن الصورة أمامكم مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة شعب قناة شوف تي في. لعشاق السويهلة والمهاية، الخيرات موجودة، والثمن مناسب، 8 دراهم الكيلو مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة شوف تي في. الصورة أمامكم، خيرات تبارك الله، والجودة والثمن مناسب، 8 دراهم الكيلو. اللي بغى المهاية والسويلة فالثمن ديالهم دير 8 دراهم الكيلو مشاهدينا الكرام. مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة شعب قناة شوف تي في،
قرية إذن وداكم، كنا معكم في نقل مباشر من نواحي سنان اللي بغا السويلة والمهايا، فموجودين والثمن ديالهم داير 8 درهم الكيلو، جودة عالية. مشاهدينا الكرام، إلى اللقاء، نلتقي في مباشر آخر إن شاء الله.